أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد العلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أكد أن العلاقات البحرينية الأمريكية تستند إلى أسس راسخة من التاريخ الممتد والتعاون الاستراتيجي في مختلف المجالات، خاصة فيما يتصل بالتنسيق العسكري والتعاون الدفاعي والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر القضيبية اليوم بحضور سعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان بالفريق أول جوزيف فوتيل قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له، منوها سموه بجهود الولايات المتحدة الأمريكية والدول الشقيقة والصديقة في حفظ الأمن والاستقرار والسلم العالمي. وخلال اللقاء تم استعراض عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك والقضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.